حياه جمال كاين هي ما الله بعض مره ما شفناه صافي الاول الحوش بعد القمرون قمرون الكولة الكولة راه ما كاينش شوف كاين كاين ما كاينش ما كاين الحمد لله معروفين بالمليح سير على الله عطيهم شو كيدير مليح اخويا مليح هاي هاي هادي بالمليح هذا شغلني السلام عليكم صباح الخير عليكم بغيت نقول لكم اللهم بارك السوق خاوي الحوت الحوت اللهم بارك ما كاينش واش كاين كاين شي حوت لا والو كاين والو لا المزد المزد جمال بزاف جمال خاير جمال خاير هاد الجمال كاين هاد الايامات والله بعض مره ما شفناه صافي فين هو واش كاين هادي ناشفه الجمال اه تا ما تعرفوناش فاه شوف شو ليه ليه يا خاوي راه الارض بانت الارض والو 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 ها تما شوفوا ليه ليه راه مولف كون عامر هذا ها تا الارض والو 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 الله يلا خاو ها ها تما كنوريكم الطراف ديال السوق والو والو الحواشة الحواشة ولا كيدورو كيتنزو هنايا هذا شنو كيدليدو وكاين واحد المنزلة كاين منزلة الله ترخف شوية والله ترخفوا علينا هاد الناس هذا على مولانا تمشيو للمحل ولا تمشي على بالنا بالنسبة تمشيو من هنا ياك شو من هنا بالنسبة للقمرون القمرون الكولة الكولة راه ما كاينهاش شوف كاين كاين ما كاينش ما كاين هادشي اللي كاين ما كاينش خدمه بالسيدينات الله يجعل البركه ما كاينش حاجه مليحه وداكشي ريح غير باش الناس حتى تمشيو من الحال ونكمل لكم الهضره ها الدعوه خاوي ها الله يلا خاوي اخو عبد الحق اش كاين مليح انا نشوف واش صنايدي ها ولي ما نشارجي من الحوت ديال ولد الغربيه وتحياتي لخويا عصام من هنايا ها عصام وسفيان ومروان هاي اليوم ها مليح اخويا مهدي الله مبارك هاي مع الصباح ها سير على يلا حمزه سارجع حمزه او حمزه فين هو حمزه حمزه اش كاين المليح سير على احنا غاديين مع المليح ما كاينش حوت اخر ناخذ السردين ونوضو نايدين قال لك دير الزلبانه والبيض او نوض نايد سير على راي تشارلي لي سير على غاسلي عادي هذا ها وكل حيله باغي تبقى حي الرضا يلا تمشيو المحال تشوفوا سليعة ان شاء الله يوم كاين السردين اليوم الله يجعل البركه السردين الخير الخير الله مبارك سير على الله انا الله يبارك انا مبارك المهدي كنت مليح اخويا ها الله الحمد لله معروفين بالمليح سير على الله عطيهم شو كيدير مليح اخويا مليح هاي هاي ها هادي بالمليح هذا مش شغلني هادي بالمليح هذا شغلني الا ما كانش مليح راه ما نديش الا ما كانش مليح راه ما نديش الا ما كانش مليح راه كنزد المحل انا دير معروف وكنت كنخدم الكونجلي وسميتو غنبقى حال ديما علاش كنزد وانتم خدموا عقلكم سير على الله علاش ما كاينش المليح اخويا نعم راه ما كاينش شي واحد اللي غايسد كاين اخويا الا كان كيخدم بكل شيء ما نسدش انا مروان تحيه لمن اخويا احسن رزق جديده خويا عبد الصمد تحيه خويا عبد الصمد نشوفوك عما قارب ان شاء الله سير على مولانا نمشيو نبحروا ان شاء الله جديده ان شاء الله على مولانا مروان ولد الغربي على الله مبارك هاي من المحله بوطوين قاس ها تبارك الله ما شاء الله تعرفتي راه الحجر هذا فوي كيدير على الله مبارك ها كفي تاع الواحد المهم اليوم راه كاينه السريدينات انا هاك تاعي بالعطريه بالربيع بالثوم كل شيء الا الملح والحار هاي ناري ديو بحال هكا ضربوا لها تمر لا والو هادشي اللي كاين المهم اليوم راه كاين السردين كفت السردين باناشي ما كاين حتى حاجه ما كاينه كاين السردين شريكات اللي جا مرحبا والف مرحبا المهم اللي جا مرحبا والف مرحبا حنا كيما مولفيكم ما كاينه المليح ورا السوق هادشي اللي تسالونا
والله يصوب ان شاء الله. نتمنى تيحصل الامور وتطلق الحوت ان شاء الله. وي ترخف شويه راه تمر الله يحسن العور، راه الناس راه مأزمه القضيه. الله يصوب وصافي، وحنا خدامين في السردين ان شاء الله، تابعين المليح. راه واخا يكون الثمن واحد شويه يزيد نجيبوه، كان الثمن بزاف الغالب الله. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، ومرحبا وألف مرحبا. المهم البارح جا عندي واحد الحواس حريفي صاحبي من سبع عيون، غندوز لكم الفيديو ديالو دابا في الاخر ديال الفيديو، او تهلاو ليا في راسكم. ها هو ندوزو دابا. وانا شكون اللي جا عندي اليوم؟ خويا مهيدو هاي مدينة سبع عيون. سي الله يحفظك، مرحبا ألف مرحبا. الله يكبر عليك. حسن حواس في حي الشريف. مرحبا. عرفتي قول لي منين جيتي عندي؟ سبعين. اه وجا عندي من سبعين. الحاج بعملة الحاج. مرحبا. والله إلا نهار كبير هذا ديما كيبغي يجي عندي. مرحبا ألف مرحبا. الله يحفظك. الله شوف أنا كيشرفوني الحواس والحريفين. شوف 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 الله شوف 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 شوف